مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. وزارة العدل تؤكد أن إطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو تباعا ولا يتم نقلهم إلى أماكن التجمعات. أبناء الجولان المحتل يجددون التأكيد على استمرارهم بالنضال لإفشال مخطط التوربينات الاستيطانية. شويغو يعلن أن مدينة ماريوبول الاستراتيجية بأكملها تحت سيطرة الجيش الروسي. جددت وزارة العدل تأكيدها أن جميع السجناء والموقوفين المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 من الشهر الرابع 2022 سيتم إطلاق سراحهم تباعا خلال الأيام القادمة، وقد تم إنجاز جزء كبير من هذا العمل خلال الأيام الماضية. ودعت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أهالي المشمولين بمرسوم العفو إلى عدم الانجرار إلى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أو المصادر الإعلامية غير الرسمية، سواء لجهة تحديد أماكن تجمع وانتظار أو لجهة نشر أسماء وقوائم غير دقيقة، علما أن إطلاق سراح المشمولين بالعفو يتم في أماكن توقيفهم. ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنها تدرك وتقدر عاليا لهفة الأهالي لملاقاة أبنائهم المشمولين بمرسوم العفو، لكنها تؤكد في الوقت ذاته أن هذا التجمع والانتظار من قبل الأهالي لا داعي له، لا سيما أن المشمولين بالعفو يتم إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع بعد إتمام الإجراءات القانونية، ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات. جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل التأكيد على استمرارهم بالنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإفشال مخططاته الاستيطانية بإقامة توربينات هوائية على آلاف الدنومات من أراضيهم. وأشار الأهالي خلال اجتماع عقد في مقام أبي ذر الغفاري بمنطقة المرج بين قريتي مسعدة ومجد الشمس المحتلتين إلى أنه بعد استنفاد كل السبل لوقف المخطط لم يعد أمام الأهالي إلا المواجهة في الميدان لإسقاط المخطط. وقال الأهالي في بيان بختام الاجتماع: في حال أصر المحتل على المضي في مخططه فنحن أهل للمواجهة التي اتخذنا قرارها وأصبح أمرا محسوما لا رجعة فيه. وأكد الأهالي فرض الحرم الديني والاجتماعي لكل من تسول له نفسه التعامل مع سلطات الاحتلال وشركة أنر جيكس التي أعلنت أنها ستباشر العمل بالمخطط خلال أيام. تشهد محافظة اللاذقية أجواء مميزة وطقوس وعادات يتبعها أهالي المدينة في عيد الفطر المبارك. كاميرا سما رصدت جانبا منها. إن شاء الله ينعاد على الجميع بالصحة والسلامة يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم بخير والبلد إن شاء الله لقدام تكون أحسن وأحسن إن شاء الله. مثل ما ربينا بهالبلد على المحبة إن شاء الله بتضل المحبة موجودة. نتمنى الخير للبلد، نتمنى الأمور تكون نحو الأفضل. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير ونعاد على الجميع يا رب. العالم عم تلعب كويسة كله تمام التمام الحمد لله، بس تعرف الدنيا عيد فرحانين الدنيا، كل العالم مجتمعين ومبسوطين، ان شاء الله نضلوا مبسوطين دائما. عيد حلو كثير بجبلة ومنضل مثل الساعة 12 ولا بعد الساعة 12 كمان، وزحمة عيد مثل ما انك شايف هون، بنجي بنتسلى بننبسط بنغير جو. احلى اجواء والله، ايوه الحمد لله، والله اجواء حلوة وناس ملتمة حلوة. جايين نعيد كلياتنا هون، وان شاء الله عيد سعيد على الجميع.
وعلى البلد وعلى قائد البلد. ان شاء الله كل سنه وانتم سالمين واجواء العيد حلوه مثل ما انا شايف زحمه. عيد مبارك على الجميع والله يبعث وسر للجميع. عم نتنزه عم نتفرج هيك على الخلائق على البحر. العيد ما في اكواس منه احلى من هيك اجواء كويسه الحمد لله. العيد بتجنن وما في احلى من هيك، الناس مجتمعين على المحبه وعلى الخير، جايين ننبسط مع رفقاتنا واهلنا وكل عام انتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير وان شاء الله يجيكم الافراح بهذا العيد وان شاء الله الكل ينبسط. الاولاد كثير مبسوطين ونحن كمان، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب. اولا كل عام وكل عام وانتم بخير كلكم، ان شاء الله بينعاد علينا بالف خير، وبتمنى تكون هي خطوه كبيره لسوريا انه ترجع مثل ما كانت واحسن. يتابع عمال فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة السويداء أعمالهم خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد لإنتاج رغيف جيد دون انقطاع وفق طاقة إنتاجية وافرة وبواقع عمل مستقر. بوتيرة عالية وبطاقة إنتاجية كاملة يتابع عمال فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة السويداء أعمالهم خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد بدون انقطاع وفق طاقة إنتاجية وبواقع عمل مستقر وتوافر المواد الأولية، حيث تبلغ مخصصات أفران المحافظة من الدقيق 175 طن بما يعادل 210 طن خبز يومياً. بالنسبة لموضوع المخابز، المخابز التابعة لفرع المؤسسة السورية للمخابز محافظة السويداء مستمرة بالعمل طيل فترة العيد دون توقف بطاقة إنتاجية كاملة، واقع العمل الحمد لله مستقر، المواد الأولية متوفرة في كافة المخابز، يستمر العمل على مدار الساعة وفق الطاقة الإنتاجية المحددة لكافة المخابز. كل المخابز وخاصة القطاع العام والإشراف وحتى المخابز القطاع الخاص، يعني هاي المادة ما في انقطاع فيها أبدا، موجودة على مدار الساعة، ما في عمل إلا ما فيه له معوقات. هذا الأمر، نحن ساعات الدوام طويلة ليلا نهارا. طبيعة العمل الصعبة خلال 24 ساعة دون انقطاع ونقص اليد العاملة وما يتعرض له العمال من ضغط العمل وحرارة الأفران خلال فصل الصيف وغبرة الطحين والوقوف المتواصل على خطوط الإنتاج، كلها ظروف جعلتهم يذللون الصعاب منذ بداية إنتاج رغيف جيد وإيصاله للمواطن بأفضل حال. بعدنا متابعين عملنا، ما عندنا ولا يوم عطلي، 24 من داوم فما عندنا ولا يوم عطلي، ومع المعاناة اللي بنعانيها بدوامنا طويل أوقات طويلة يعني، وعنا يعني هيك شوية ظروف، بس معها كلهم متابعين ومداومين على طول. طبيعة شغلنا القاسي، الضغوطات اللي بنمر فيها من خلال عملنا، يعني هذا كله بيأثر علينا. طبيعة الجو اللي عم نشتغل فيه، يعني مثل ما حضرتك شايفي ما فيك تتحملي لسه 3 دقائق أو 4 دقائق وقوف. صعوبات بشكل عام لكل الناس هي قلة اليد العاملة خصوصا عند الأفراد، الرواتب، الحوافز، كل الناس عم تعاني منها بسبب الظروف هاي المعيشية القاسية والأزمة على البلد. همتنا إنه يطلع الرغيف من عنا بدون ما يكون في أي قصفات أو شيء، يطلع رغيف صاغ، يطلع النار على الرغيف تمام، يعني لا محروقة ولا هو أبيض. الاستفادة من إصابات العمل بتشميلهم بالأعمال المجهدة والخطيرة ومتابعة بطاقاتهم الصحية والنظر برواتبهم والحوافز هي من أهم مطالب عمال الأفران والمطاحن ليستمر عملهم بإنتاجية أعلى، ولأنهم الجنود المجهولين واليد الحقيقية بتأمين رغيف الخبز للمواطنين. مجموعة كبيرة من الاختراعات المتميزة هي مؤهلات ابن محافظة طرطوس المخترع سليمان محمود الذي يعتبر بحق ظاهرة في مجال الإبداع والابتكار نظرا لما قدمه من اختراعات متنوعة، كان آخرها اختراع سيارة تسير على الطاقة الشمسية. يقال أن الاختراع يحتاج إلى خيال واسع وموهبة وكثير من البحث. سليمان محمود اسم بات أيقونة للابتكار والإبداع في محافظة طرطوس بشكل خاص وسوريا بشكل عام. هذا الرجل الذي أفنى عمره في العلم باحثا عن شغفه ليسجل باسمه عشرات الاختراعات. كانت ماكينة الخياطة فسبب لدخول مادة الصناعة، ولكن عندما كنت أعتقد أنه الصناعة ذات مستوى عالي جدا، ولكن يعني دخلت بالصناعة كنت بلف كل المحركات اللي بيشتغل على التيار المستمر والمتناوب.
درست القلعة عشر في الصناعة وخرجت منها وقمت بتفكير بصناعة نوع جديد من الدراسات في عام 1964، وحصلت بي على براءة اختراع تحت رقم 1780، واشتغلت منها 101 دراسة متوزعة بكل أنحاء سوريا. سيارة تسير على الألواح الشمسية وآلة لصنع الغرابيل بأشكالها هي الوحيدة من نوعها في سوريا، وإذاعة يصل مداها لأكثر من 200 كيلومتر، والكثير الكثير هي نتاج سنوات من العمل. سيارة تسير على الطاقة الكهربائية في عام 1983، وكانت كهربائية حتى عام 2006، تمشي بالطاقة الكهربائية المخزونة، حيث أن البطارية تكفيها لمسافة حوالي 70-80 كيلومتر، والسيارة تسير بسرعة 65 كيلومتر في الساعة. قوة المحرك صناعة محلية أنا قمت في صناعته، وقوته 10.3 حصان. رسالة سليمان لم تصل كما تمنى ولم توظف كما كان يحلم، لكن الأمل يبقى بجيل قادم يبدع ويساهم في نهضة بلد أعيته الأزمات. من طرطوس لقناة سما، علي الكنج. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من قرية الفند قومية جنوب جنين بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا أثناء مروره على أحد حواجزها في منطقة الأغوار عقب عودته من مدينة أريحة. وفي سياق العدوان اليومي، أوقفت قوات الاحتلال عدة مركبات للفلسطينيين على الطريق الرئيسي الرابط بين نابلس ورام الله، وقامت بتفتيشها ما تسبب بعرقلة تنقل الفلسطينيين. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وعلى أطراف قطاع غزة المحاصر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسس تابعة للنظام السعودي في أجواء محافظة حجة. ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم أن الجيش الروسي يفرض سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول. ونقلت وكالة سبوتنيك عن شويغو قوله: الحياة الطبيعية تعود إلى مجراها في المناطق المحررة من القوميين المتطرفين في جمهوريتي لوغانسك ودانسك وأوكرانيا، بما في ذلك في ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر آزوف وهي تحت سيطرة الجيش الروسي. الحياة الطبيعية تعود إلى مجرها في المناطق المحررة من القوميين المتطرفين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وأوكرانيا، بما في ذلك ماريوبول أكبر مركز صناعي ونقل على بحر أوزوف وهي تحت سيطرة الجيش الروسي. وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم فرض طوق محكم على المسلحين الموجودين في المنطقة الصناعية لمصنع أزوفستال. الولايات المتحدة والناتو يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وأي وسيلة نقل تابعة لحلف الناتو محملة بالأسلحة تصل إلى أوكرانيا سيتم التعامل معها كهدف عسكري.
بعد تأكيدها أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يدعم النازيين الجدد في أوكرانيا، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن وجود مرتزقة إسرائيليين يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب القوميين المتطرفين. وأشارت زخاروفا إلى أن ساسة كيان الاحتلال الإسرائيلي الذين يضخمون الحملة الإعلامية ضد روسيا لا يحبون ما سأقوله لهم، ولكنهم سيهتمون به قريبا. وقالت: هناك مرتزقة إسرائيليون يقاتلون كتفا إلى كتف مع مقاتلي تنظيم آزوف الإرهابي. وكشفت وثائق سرية مسربة نشرتها صفحة ريبار الروسية عن قائمة بأسماء مرتزقة يقاتلون ضمن ما يسمى الفيلق الدولي في أوكرانيا، والذي ضم 45 جنسية أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، إضافة إلى دول أوروبية أخرى. اعتبر مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف أن دول الغرب لن تغض الطرف عن جرائم الحرب العديدة التي ارتكبها نظام كييف، أصبحت شريكة للإرهابيين. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو حضرت دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير خارجيته الأراضي الروسية، كما فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا. لا يوجد ما يثبت حقا أن هناك محاولات جادة لإيقاف إطلاق النار في أوكرانيا، خاصة أن التصريحات الأمريكية لا تخفي حقدها المعلن تجاه روسيا وتصب الزيت على النار. مهما كلف الثمن ولو كان باهظا، لن تتوانى الولايات المتحدة عن دعم كييف. هذا ما قاله الرئيس الأمريكي في خطابه الأخير، مؤكدا مواصلة السعي لتقديم المزيد من المساعدات والإمدادات لكبح ما أسماه الفظائع الروسية في أوكرانيا على حد تعبيره. صواريخ جافلين التي نصنعها والتي أرسلناها إلى أوكرانيا غيرت حياة الناس، وهذا يبعث على الفخر. وهناك المزيد من تلك الصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة دفاعية أخرى ستصل إلى أوكرانيا قريبا. أما حقوق الإنسان فهي في مقدمة جدول الأعمال. جدول الوجه الآخر للولايات المتحدة الذي لم يغب منذ بدء العملية العسكرية الروسية عن الساحة الإعلامية. سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أعلنت ترحيب بلادها بخطوة إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، وذلك في كلمة موجهة للروس مفادها: عليكم أن تواصلوا السعي في تأمين الممرات الآمنة لأي مدني يرغب في المغادرة. على حدود البلدين تبقى أزمة الجارتين عالقة ما بين دعم عسكري لوجستي يتدفق من الغرب لأوكرانيا، وما بين رد روسي بإصدار قائمة تلو الأخرى تضم إجراءات اقتصادية انتقامية ردا على انتهاكات الغرب بحق موسكو، ليبقى طريق الوصول إلى حل ينهي هذه الأزمة خامضا ومجهولا. إلى عناوين هذه النشرة: وزارة العدل تؤكد أن إطلاق سراح المشمولين بمرسوم العفو تباعا ولا يتم نقلهم إلى أماكن التجمعات. أبناء الجولان المحتل يجددون التأكيد على استمرارهم بالنضال لإفشال مخطط التوربينات الاستيطانية. شويغو يعلن أن مدينة ماريوبول استراتيجية بأكملها تحت سيطرة الجيش الروسي. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.